قصتنا اليوم عن شخص ولد بمرض نادر، فعانى من تشوه شديد في شكله، لم يتعاطف معه احد ونبذه الجميع، وألقي في الشارع ليتعرض لأبشع انواع الاستغلال. تابع قصة جوزيف ميريك وكيف تمكن من قلب حياته للأفضل، والأمنية التي مات دون ان يتمكن من تحقيقها. ولد جوزيف ميريك عام 1862 لأب وأم طبيعيين. في عمر السنتين بدأت ملامحه تتغير بشكل غريب، فظهرت عليه أعراض تشوهات ونتوءات في الجسم والوجه والرقبة وتضخم في الفم والشفة واللسان، وعانى بسبب ذلك من صعوبة بالنطق، وكان حجم رأسه 91 سنتيمترا وساعده الأيمن 30 سنتيمترا، وبلغ محيط أحد أصابعه 13 سنتيمترا. بالرغم من المعاناة الشديدة التي لاقاها، لم يجد من الناس سوى التنمر، فأطلق عليه الأشخاص من حوله لقب الرجل الفيل، وكان الأطفال ينفرون منه ويرمونه بالحجارة ويسخرون من شكله. في مجتمعه القاسي لم يجد جوزيف من يحبه ويتقبله سوى أمه، فكان يركض إليها ويبكي في حضنها. لكن الحياة واصلت طحن جوزيف، فتوفيت أمه عندما بلغ 11 من عمره. بعد وفاة الوالدة لم يجد جوزيف أي سند له في حياته، فوالده لم يأبه به، فقام بطرده من المنزل عندما بلغ 12، مما أجبره على البحث عن عمل في كل مكان، وواجه السخرية والاستهزاء في كل مكان يذهب إليه. وصل جوزيف لسن 17، كان بلا عائلة ولا أصدقاء أو أحباء، وتم وضعه في ملجأ للمشردين، وأصبحت حياته فيه بأسوأ مما كان عليه من قبل، واضطر للهرب مجددا. هذه المرة لم يجد ملجأ سوى في سيرك المسوخ، وهو نوع من السيرك يقوم بعرض الناس ذوي الأشكال الغريبة والتشوهات الخلقية، ليأتي الناس ويتفرج عليهم ويتسلوا بمعاناتهم. أمضى جوزيف السنوات التالية في السفر لتقديم العروض، وكان صاحب السيرك يقوم باستغلاله بأبشع الطرق، فأخذه ووضعه في قفص في إحدى دور السيرك، واستغل شكله الغريب ليقوم بعرضه أمام الناس على أساس أنه شبيه بالفيل، وأطلق عليه اسم الرجل الفيل. واستمتع جمهور السيرك وهم يضحكون على جوزيف ويشتمونه ويرمونه بالحجارة والطماطم. لبشاعته أوقفت الحكومة سيرك المسوخ، وعاد جوزيف للشارع مرة أخرى ليقابل بالصدفة طبيبا اسمه تريفيس. تعاطف الطبيب مع جوزيف وأوصل قصته للملكة فيكتوريا، فأمرت الملكة إيواءه وتوفير جميع سبل الراحة له، فاستقر جوزيف وتمكن لأول مرة من أن يلقى معاملة إنسانية، ووجد تعاطفا ومحبة من جميع من كانوا حوله. بالرغم مما مر به، كان جوزيف يجيد القراءة والكتابة في وقت كانت بلاده غارقة في الأمية، ووصل به الأمر أنه كان يكتب الروايات والشعر ويصنع المجسمات الهندسية المتقنة. تمر الأيام وتتغير نظرة المجتمع لجوزيف، فبدأت تتوافد عليه الزيارات من العائلات الإنجليزية الراقية للجلوس معه وتبادل الحديث، وكان الفنانون والأدباء يتناقشون معه في أمور الأدب والفن والشعر. لم يعش جوزيف طويلا، ففي أحد الأيام دخلت الممرضة لغرفته فوجدته مستلقيا على ظهره وقد فارقت روحه جسده بسبب الاختناق. وبسبب حجم رأسه الكبير كان معتادا على النوم على جانبه، إلا أنه اختنق بعدما انقلب على ظهره ولم يستطع التنفس نتيجة لكبر حجم اللسان والحنجرة وعدم قدرته على تعديل وضعية نومه. مات جوزيف وهو في عمر 27، وكانت أمنيته الوحيدة في الحياة هي أن يجد امرأة تبادله الحب، فكان يقول: كنت أتمنى أن تحبني امرأة حتى لو كفيفة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.